تسكنته وتدويره. طبعا نجد العديد من النماذج على المستوى الوطني، هناك العديد من الأمثلة التي يمكن التعريج عليها. بالنسبة للشركات إعادة تدوير السيوط المستعملة يمكن استعمالها في صناعة مادة الصابون، كذلك بالنسبة للنفايات الكهربائية والإلكترونية، وإن كان استندت على تجارب دولية في فرنسا على سبيل المثال، وعدة دول عربية كذلك تستثمر في هذا المجال، أين يتم استخراج المعادن، معادن ثمينة أقول كالفضة والنحاس إلى غير ذلك، ويتم إعادة بيعها كمواد أولية. بل أكثر من ذلك، ما أثار انتباهي هو إعادة رسكلة أو إعادة تدوير شعر الإنسان. في فرنسا هناك شركة قامت بإبرام اتفاقيات مع صالونات حلاقة، أين تقوم بتجميع شعر الإنسان ليتم إعادة تدويره واستعماله في يعني تلوث البحار والأنهار إلى غير ذلك، ديبولي يعني الماء والزيوسيون إلى غير ذلك، نظرا لقابليته في امتصاص الغاز وقابليته كذلك في امتصاص الهيدروكربونات. وهو مشروع لقي رواجا كبيرا وتطبيقا فعليا، أين يعد أو يتم استعماله في شكل ديبودان ثم في الأنهار والبحار لتمتص هذه الزيوت وكذلك الهيدروكربونات، وقابليته للاستعمال إلى غاية 8 مرات من خلال طبعا توفير شركات خاصة تقوم بتنظيفه. وحتى بعد إعادة استعماله أكثر من 8 مرات يمكن إعادة تدويره كذلك في استعماله كعازل واقي، كعازل أقول للحرارة كذلك للأصوات في بناء العمارات والبنايات، يعني في ليزولاسيون تيرميك فونيك.